السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومع حلقة جديدة من حلقات محمد يوسف. الحلقة اليوم خصصتها عن البروفيربز. بروفيربز معناها الحكم والأمثال، ويلا نبدأ ونشوف البروفيربز. مع البروفيربز اللي هي الحكم أو الأمثال، like let bygones be bygones، يعني عفى الله عما سلف أو اللي فات مات. مع البروفيربز مرة ثانية، الحكم والأمثال، الحكمة الثانية أو المثل الثاني. Charity begins at home. Charity begins at home. It means الأقربون أولى بالمعروف. مع Proverbs اللي هي الحكمة أو المثل الثالث. Curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat. It means من تدخل فيما لا يعني لقي ما لا يرضي. ومع Proverbs ومع الحكمة أو المثل الرابع. Live a lit life. Live a lit life. It means دع الخلق للخالق. See you next time, brothers and sisters. Goodbye. السلام عليكم.